أنا اسمي حسن حيدر، الرئيس التنفيذي في تنمو، وإحنا أول شركة بزنس إنجلز في البحرين. تخصصي أساعد رواد الأعمال يبتدون مشاريعهم. أنا دوري في المسابقة أكون موجه حق التلاميذ مثلكم اللي توهم يبون يبتدون مشاريعهم، بس لحين توه الناس، يعني نساعدكم إن شاء الله. شفت المسابقة فرصة عشان نوجه التلاميذ عشان يبتدون في مجال الانتربرينورشيب، يصيرون رواد الأعمال، فإن شاء الله نوجه بعض التلاميذ يبتدون مشاريعهم عقب ما يتخرجون. احنا نقدر نساعد الطلبة التلاميذ المشاركين في مشروعي عقب ما تخلصون المشروع، نقدر نعطيكم 20,000 دينار عشان تبتدون مشروعكم، يعني مو بس البزنس بلان وهالأشياء، نقدر تبتدون إن شاء الله عقب ما تخلصون. وفي تنمو احنا نساعد ونوجه رواد الأعمال عشان يبتدون مشاريع جديدة مختلفة مو موجودة في البحرين. أتوقع على بعض التلاميذ بتبتدون مشروعكم صدق، يعني تطلعون المدرسة يمكن تتخرجون الجامعة وبعدين تبتدون مشروع بدل ما تروحون تشتغلون حاجة حد ثاني، وتبتدون مشروع في مجال يعني مختلف، مو تفتحون مشروع مثل أي حد ثاني، تفتحون مشروع اللي يقدر يتوسع يكبر ويطلع من البحرين إن شاء الله. هاي فرصة عشان تشوفون شلون مجال العمل يعني كأنتربرينور كبزنس مانجر، شلون تبتدي الشغل في هاي المجال، فإن شاء الله فرصة عشان تتعلمون عن هاي المجال.